الحمد لله. بالنسبة للأبواب الإلكترونية احنا عندنا 7 أبواب إلكترونية كمرحلة أولى، تم وضعهم كمرحلة أولى وراهم يشتغلوا بصفة عادية في ملعب 845. في المقابلات الأولى اللي درناها عندنا 4 مقابلات تم كما نقولوا رسمية درناها هنا في ملعب 845. المقابلات تخص نادي مولودية العلمة الجولة الأولى والثانية، وكذلك مباريات اتحاد سطيف اللي درناهم هنا كما نقولوا كتجربة في ملعب 845. جربنا هذه الأبواب الإلكترونية، العملية كانت ناجحة بنسبة 100%. الآن اليوم يستقبل نادي وفاق سطيف مباراة اتحاد بسكرة، المباراة راح تكون ثاني بالأبواب الإلكترونية. عندنا 7 أبواب كما ذكرنا سابقا إلكترونية، عندنا 5 خاصة بالفريق المحلي وواحد خاص بالفريق الزائر. بالنسبة للأهداف والإيجابيات الخاصة في هذا المجال بالأبواب الإلكترونية والتذكرة الإلكترونية، هو أول حاجة يعني محاربة الغش في التذاكر، وكذلك عندنا من ناحية التنظيم سيساعدون الأبواب الإلكترونية بنسبة كبيرة، خصوصا عند دخول الأنصار. بالنسبة لخروج الأنصار رانا وفرنا لهم جميع الأبواب 14 اللي كاينة في ملعب 8 ماي باش تكون كما نقولوا الخروج تاعهم سهل وبسيط. اليوم التوقعات تاعنا بالنسبة للمباراة اليوم وفاق سطيف ضد اتحاد بسكرة، طرحنا حوالي 10,000 تذكرة خاصة بالفريق المحلي وبأنصار الفريق المحلي، وعدرنا 500 تذكرة بالنسبة للفريق للمناصرين فريق الزائر. هذه كمرحلة أولى كما راكم تشوفوا، يعني المقابلة لم تنطلق بعد. والحاجة الأسهل يعني في هذا التذاكر أنه يعني نقدروا ثم يعني في في في, في الأكشاك تاعنا، يعني في الأكشاك تاعنا نقدروا نطبعوا يعني تذاكر أخرى، وإلى زاد العدد يعني وإلى زاد العدد أكثر من 10,000 من 12,000 تذكرة. طازج، حلة جديدة وذوق أروع. زيرتوب، أول قناة إلكترونية في الجزائر.